ما حكم المعانقة عند التهنئة بالعيد؟ وكيف كان السلف الصالح يهنئ بعضهم بعضا بالعيد؟ التهنئة بالعيد ليس عليها دليل واضح، وإنما اعتادها الناس، وربما تدخل في إفشاء السلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نوع من السلام، وبهذه المناسبة يكون معها دعاء: تقبل الله منا ومنك، فيرد عليه أخوه كذلك مثل ما دعا. فلا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أنا لا أبدأ بها أحدا وأرد على من بدأني بها. نعم.